مرحبا فيكم في ترند. حذرت وزارة الصحة من اتصالات هاتفية واتصالات عبر تطبيق واتساب تحمل شعارها من أرقام خارج مملكة البحرين، وأكدت الوزارة بأن الاتصالات وهمية ومن جهات مشبوهة، ودعت الجميع إلى عدم التعامل معها وعدم تزويدها بأي بيانات شخصية، وبينت أن جاري التعامل مع الموضوع بالتنسيق مع الجهات المختصة. تصدر مقال الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة عناوين منصات الصحف المحلية، واللي كان يحمل عنوان هل النساء تائهات حقاً؟ هذا المقال يتحدث عن أسباب تزايد ما يجمع المختلفين على اليسار الليبرالي بتيارات التطرف الإسلامي واستمرار الحرب ضد أي استقرار لا يرجح كفة تسلطهم ووصايتهم على الآخرين والقضية الوجودية للمرأة واستحقاقاتها الإنسانية. في إنجاز يعتبر الأول من نوعه في مملكة البحرين، نجح فريق جراحي من مستشفى الملك حمد الجامعي في فصل توأم سيامي من جمهورية تنزانيا. لله الحمد تكللت العملية بالنجاح بعد ما استغرت حوالي 8 ساعات متواصلة بمشاركة عدد من الأطباء المختصين في التخدير وجراحة الأطفال والتجميل، بالرغم من الصعوبات والتحديات اللي تم مواجهتها أثناء عملية الفصل بينهم بسبب تشارك التوأم في الكبد وعظمة القفص الصدري. حديقة حيوان بجنوب أفريقيا وفرت لزوارها مكان في الحديقة لقضاء تجربة مليئة بالإثارة والدهشة والمغامرة، ووضعت في وسط الحديقة قفص في مكان تواجد الأسود، يدخلها الشخص ويتجمعون حولها الأسود لمدة 45 دقيقة، والقفص مجهز بفتحات لالتقاط الصور والفيديوهات التذكارية. خلونا نتابع. بأكثر من 200 مليون مشاهدة وإعجاب عبر منصة يوتيوب، تصدر مقطع فيديو مسرع لشابين يقومون ببناء بيت كامل مع مسبح في 100 يوم فقط بدون استخدام أي أدوات حديثة ومتقدمة. خلونا نتابع. شاب ياباني فاقد لبصره حطم رقمين قياسيين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في التزلج على الألواح من خلال أداء 33 قفزة في دقيقة واحدة وبعدها 122 قفزة متتالية. خلونا نتابع.
مشاهدينا بهالخبر نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، وقبل لا نودعكم ندعوكم لمتابعة قنواتنا التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة، وباقي من البرامج اللي تقدمها قنوات وإذاعة البحرين عبر تطبيق بي إتش تي في آن راديو. نلقاكم باجر، مع السلامة.